300,000 جنيه من واقع المحاضر المختلفة ومن واقع اللي الناس قالته لنا. فده شغل اللي بيتم على جانب مساعدات المواطنين. من ناحية أخرى مديرية التضامن تم تكليفها بالتوسع في حالات حصر كل من يحتاج لمعاشات ضمانية. يعني واحنا بنبص مش بس بنبص على الناس اللي تضررت من الأمطار والسيول، ولكن بنبص أيضا على كل من يحتاج معاشات ضمانية، مساندات مالية، ما عندوش معاش تأميني وتنطبق عليه شروط المعاش الضماني. المديرية مكلفة بأن لجان الحصر مستمرة في عملها بالتعاون مع المحافظة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية ومع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. فإحنا بندعو الجمعيات الأهلية، وفي عدد محترم منها في اسكندرية، إنها تتقدم لمديرية التضامن بأي حالات تجد أنها تحتاج للمعاونة. وعندنا جمعية أهلية اسمها جمعية كفالة اليتيم، فقدمت بقائمة بالأسر التي تستحق المساعدة في عزبة في منطقة عشوائية هننتقل لزيارتها النهاردة. فهي زيارة النهاردة عبارة عن زيارة لقاء مع المحافظة والمسؤولين لمتابعة إجراءات المساعدات للمتضررين، زيارة للسيدتين اللي فقدوا أبناء ليهم عشان نقدم واجب العزاء، زيارة لمنطقة شوتس في اسكندرية وعزبة الفتح لأن فيها مشاكل تستحق إن احنا نبص عليها ونشوف إيه اللي نقدر نقدمه، وأيضا إن احنا نلتقي مع سيادة المهندس محمود نافع ويقول لحضراتكم ونسلم الناس هذه المساعدات اللي